من اللعبة سي عبد الباقي دخلت اليوم. عندنا نهارين طلقت كأس الخليج، تفرجوا في ملاعب جميلة مليانة بالجمهور ونتفرجوا في كرة مزيانة زادة. في بلد يتألم، كان مزيان برشا. في بلد يتألم، ولكن رغم الألم هو يقاوم هذا الألم بمثل هذه الأنشطة التي تبث الفرحة والسعادة في الشعب. بلد إلى جانب آلامه اللي نعرفوها، ثم آلام الأزمة العالمية الموجودة حاليا اللي مست حتى الجانب الغذائي المنقوص في العالم كله، ولكنهم يسعون إلى تدارك ذلك والتخفيف على شعوبهم بمثل هذه الأنشطة. نهار 13 سيكون افتتاح الشان في الجزائر في ملاعب جميلة جدا أيضا، والجزائر أيضا سترقص على أنغام كرة القدم ناسية هي وشعبها كل المشاكل الاقتصادية القائمة الآن في العالم كله واللي مست العالم كله، جو بريسيز بيان العالم كله. يعني الأفراح تتواصل في هذه البلدان، ومنبع الأفراح هو الرياضة وكرة القدم. أجواء جميلة رغم هذه النقائص. في أوروبا، أوروبا كلها تلعب في الكرة، رغم أوروبا أكثر بلدان تألما من الأزمة الاقتصادية القائمة. كيف نقولوا الأزمة مست السويد، وما أدراك اللي البلدان السكندنافية هي من أعلى البلدان مستوى عيش. نفهموا أن الناس هذه تعرف كيفاش تتعامل مع الأزمات والحياة تستمر. في إنجلترا البطولة تستمر والأفراح تستمر، رغم أنه في إنجلترا إترة الحليب إذا كانت تلقاها ب 6000 فرنك أن ليفر إيدمي، هذه من مصدر موثوق به، صديق يعيش في إنجلترا وجنسيته إنجليزية والنارين موجود في تونس. كي نلقاوها إترة الحليب راهي راهي بجنيه ونص إنجليزي ما يعادل 6000، بارشة فلوس راهي. ما تقولوش الإنجليز النيفو عالي، حتى بالنيفو نتاعهم باسكو تولي لهم إترة الحليب بليفر ونص راهو غالي على برشا عليهم. وتتواصل الأفراح في إنجلترا، ومنبع الأفراح أيضا هو الكرة. في إنجلترا وصلت لتو البرلمان طارح مشروع قانون لتجريم الأضراب في هذه الظروف. تجريم الأضراب، معنى إنجلترا مهد العمل النقابي. 1720 ولد في إنجلترا في بريطانيا، اللي صنعوا النقابات يعرفوا يوظفوا العمل النقابي في إطاره دون أن يمسوا من مصالح البلاد ودون أن يمسوا من مصالح الشعوب نتاعهم. احنا شنو مبرمجين في تونس؟ احنا مبرمجين نهار 14 لما وعيات وزيات وهاو هاو وعيات وعرك واعطيني ونعطيك وخذ وما تاخذش. مبرمجين توقيف مصالح الناس اللي تخدم في شارع حبيب بورقيبه، تخدم على روحها مش سكروا عليها الدنيا باش ما تخدمش على روحها. مبرمجين مزيد من بث الفتنه والخصام بين فئات هذا الشعب المسكين. مبرمجين مزيد من الفوضى. مانيش ضد انك تحتج، الانجليز يحتجوا في هايدي بارك في حديقه بعيده عن مصالح الناس وتأم الاف. احنا عندنا حديقه الباساج برا عبيها تز الاف وعبر عن رايك دون ان تمس من مصالح الناس. ما قلناش ما تعبرش عن رايك، ولكن احنا القضيه ماهيش قضيه تعبير عن الراي بقدر ما هي قضيه توظيف واستغلال ظروف، معناها باش يحرمونا من الفرحه، باش يحرمونا من الرقص على ايقاع الكوره، حرمونا من الكوره حتى في الحوم. الحوم بيدها توظفت سياسيا، وشفنا منذ يومين عرك حوم، حومة الجبهة من عرش شنية ماشي حومة المنيلة، وشفنا غاديكا أوضع وأسقط وأدنى مشهد من مشاهد ما يسمونه ويعتبرونه نضال سياسي. هذا الكل على كاهل من وعلى حساب من؟ هذا الكل على حساب الشعب، لأن الناس هذه ما هيش تتعارك من أجل الشعب سي بافري. وأنا أقول هذا في كل الفئات السياسية دون استثناء، ولا استثني أحد ولست مع أحد. هذوما ناس يتنافسوا من أجل التموقع السياسي، هذوما ناس يتنافسوا من أجل السلطة، من أجل المناصب، من أجل الوصاية على هذا الشعب المنكوب اللي حرموه حتى من الكرة في الحوم، حتى الحوم ما خلوها الناش. ولا يتخبط هذا الشعب في الصعوبات ونروجوا له وكس زيت ولا غالي وما عندكش زيت وما عندكش حليب، في بلاصة نوعيه والشعب هذا بأنه راهو
الأزمة عالمية، اللي مستانس يستهلك إيترا واللي يستهلك نص، اللي مستانس يستهلك زوج إيترا يستهلك إيترا كذا، ونقوم بدورنا الاجتماعي ودورنا السياسي ودور اللي يخلي الشعب هذا يوقف على سقيه. لا، نزيدوا نهتكوا عرض الشعب، نزيدوا ندخلوا الشعب في حيط، نزيدوا نقتلوا الشعب هذا من أجل أنه نتموقوا أحنا. ومقابل ذلك جرائم المهربين ومحتكرين دافعوا عليها هذيك، لا مش صحيح، فماش منه. ثم مثلا الأزمة رأي متاع دولة ومتاع حكومة ومتاع كذا. في الجزائر التي ستحتفل نهار 13 بالشان وستفرح بالشان، ستفرح بالكورة، تم مؤخرا الحكم 7 سنوات سجن على مجموعة من المهربين. في تونس يدافعون على المهربين وتهبط الناس كلها تحامي عليهم، وتولي حقوق الإنسان انتهكت وقت نشدوا المهربين، وقت نشدوا السراق، وقت نشدوا المحتكرين. ولكن الشعب هذا وقت يمشي ضحية الاحتكار والسرقة والتهريب ما عندوش حقوق، وما ثماش ناس تفهم حقوق الإنسان وقتها. نقولوا فليرحل كل هؤلاء، لقد مللناكم، اتركونا نفرح واتركوا لنا خاصة الكرة، لأن الكرة هي مصدر فرحة، والرياضة هي تقريبا تكاد تكون الشيء الوحيد الذي بقي لهذا البلاد، والشيء الوحيد الذي يرفع في عالم هذا البلاد رغم الصعوبات والمشاكل والعرقلة والتجاهل، ورغم رغم اللامبالاة التامة التي نشاهدها إزاء الرياضة.